وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف سيادة النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة. سيادة النائب برحب بيك. طيب وعمال مصر بخير يا فندم وطيبين. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. تعليق حضرتك على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. أيوة سيادة النائب. أيوة يا فندم. حضرتك تابعت الاحتفالية النهاردة، تعليق حضرتك على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تضمنته. أنا أقول يا فندم من قلبي ومن جوايا إن أنا بأشكر سيادة الرئيس وبحيي سيادة الرئيس، لأن سيادة الرئيس حريص كل الحرص على عمال مصر أكثر من هم مسؤولين عن عمال مصر. سيادة الرئيس النهاردة تحدث عن العمال، تحدث بكل صدق واقتدار وباعتبار وعطى العامل حقه فعلا. النهاردة احنا في عيد عمال مصر، سيادتك انت، نحن نرى جميعا كشعب مصر التقدم التي نراها جميعا ويراه الشعب المصري من انجازات في خلال فترة الرئاسة السابقة لسيادة الرئيس الفترة الاولى. النهاردة انا شايف ان سيادة الرئيس عندما صدق سيادته على العلاوة اللي احنا هنصرفها المعاشات والعلاوات وكل هذه الامور، ونظر للشعب المصري وللعامل المصري النهارده، يعني سيادتك لو انت تطرقت والواحد استمع الى كلمه سياده الرئيس ومع الكلام كويس جدا مفصل، يجد ان هذا الرجل حريص اشد الحرص على العامل المصري اكثر من المسؤولين عن العمال المصري. تمام سياده النائب، يمكن هذه المرة هي مختلفة عن المرات السابقة، دائما كان الاحتفال بيكون بالعامل المتواجد في القطاع الحكومي فقط، ولكن سيادة الرئيس تحدث أيضا عن العامل الموجود في القطاع الخاص وترجم هذا بشهادة أمان اللي موجودة دلوقتي في البنوك المصرية، وبالتالي عايز أعرف من حضرتك تعليقك على هذا الاهتمام بجميع عمال مصر ليس فقط في القطاع الحكومي ولكن كمان في القطاع الخاص وفي القطاع الموسمي. عندما تحدثت مع سيادتك من قبل تحدثت عن عمال مصر كلهم وليس عن فئة عن فئة. تمام. وعندما تحدث سيادة الرئيس عن العمال عمال القطاع الخاص، هم عمال القطاع الخاص هم الذراع الواقي لمصر، وهم رجال الإنتاج ورجال الصناعة ورجال العمل العام، فهم القطاع الخاص. فلا بد أن ننظر للقطاع الخاص نظرة أخرى، نظرة يحس بها العامل ان هو موجود في بلد بتخاف عليه، وده اللي عمله سياده الرئيس في هذه الاوان، ان النهارده نظر لعامل القطاع الخاص وبدا القطاع الخاص ياخد حقه. النهارده حضرتك بقى العامل القطاع الخاص هيتعمل له حد ادنى للتامينات، هيتعمل له حد ادنى للاجور، هياخد حقوقه كامله، هيتعامل كمعامله القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع العمل العام. النهارده حضرتك لو نجد شهاده الامان، شهاده الامان دي لمين يا فندم؟ للعامل في القطاع الخاص. تمام. ومن هو العامل في القطاع الخاص؟ العامل اللي هم الاعمال الحره. تمام. اي مواطن، يعني حضرتك النهارده زمان كان اللي حضرتك، انا اسف هذا التعبير، ودول اهالينا وناسنا واحسن مني انا شخصيا، يعني مثلا واحد بيبيع في خضار او بيبيع جايب له سبت طماطم او شويه بيض ست جايباها، او واحد اخونا، وانا قلت لحضرتك احسن منا وقبل. تمام سياده النائب، ولكن الدور اللي عليكم مشاريع القوانين اللي يمكن اكد عليها الرئيس خلال هذه الكلمه. ان شاء الله فندم احنا هنكون سندرس هذه القوانين في اسرع وقت ممكن، وسنشرع قوانين لصالح العامل والعمل، لاني مصر في تقدم دائم وفي ازدهار دائم، ونحن نراه امام العالم. تمام. وكما سمحت حضرتك كلمه السيد وزير القوى العامله قبل ما تفضل سياده الرئيس بإلقاء كلمته للعاملين، ان هو النهارده مصر يعني الحمد لله على المجتمع الدولي بالنسبه للعمال بقت على الخريطه وبقت موجوده وبقت تتفوق كل موقع. اكيد اكيد. انا بشكر حضرتك سياده النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب وعضو لجنه القوى العامله.